يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإطلاقه العديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي تأتي تحت شعار ستر وعافية، وذلك بقرية أولاد عليوة بمركز البليانة بمحافظة سوهاج. تضم القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل بداخلها القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.